السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 71 و72 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي، المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون ديال اورتوغراف، موراها نشوفوا اكريتور اي كوبي، موراها نشوفوا برودكسيون دو ليكري. جو ميفالو. السؤال الأول يقول complete avec A ou A، قال كمل بهاد A بلا أكسون ولا هاد A أكسون. A بلا أكسون هي le verbe avoir conjugué مع la troisième personne du singulier، يعني مع il ولا elle. هنا A هادي préposition خصو بها il. هنا cet artisan un atelier de poterie sa fille، هاد صانع تقليدي l'artisan عندو A. إذن avoir le verbe avoir، إذن هذه اللي أصلح لنا A un atelier، عنده واحد الورش de poterie ديال الخزف، يعني واحد المحل ديال الخزف. A في A سافي، A سافي، واضح. ثم من بعد منها عندنا il a beaucoup de produits artisanaux، عندو عنده il a le verbe avoir il a بوكو بزاف ديال المنتوجات ديال الصناعة التقليدية، بوكو دو برودوي ارتيزانو. دوزو لثانية، ثانية شنو فيها؟ قال لك اونتور لا مارك دو بلوريال دون لي نون اون غرا، قال لك لي نون اون غرا يعني هذا اللي مكتوب بخط اسود داكن خط غليظ، قال لك ندورو عليهم ندورو فيهم على لا مارك دو بلوريال. كتعرفوا شنو هو لا مارك دو بلوريال؟ هي علامه ديال الجمع، علامه الجمع اما اس إم او اكس. اذا هنا لي زارتيزون يعني الصناع التقليدي، فين علامه ديال الجمع؟ علامه الجمع هي هذه، هي اس. لي زارتيزون يعني الصناع التقليديون ترافاي، يعملون دون دي زاتولي، يعملون في اوراش او محلات ورشات، ورشه des ateliers. هي les un atelier هو ورشة. dans des ateliers. et dans la marque du pluriel ديال الجمع هي s. ils fabriquent يصنعون des objets، يصنعون ادوات او اشياء authentique يعني خاصة. اذا des objets ها هو هي la marque du pluriel. les touristes السياح فين la marque du pluriel هي s. adore السياح يحبون leur produit، كيبغيو هاد المنتوجات ديالهم. إذن هنا تعريف برودوي فيها لا مارك دي بلوريال هي اس. نمر الان الى جو كونسوليد ميز اكي يعني ادعم مكتسباتي. عندنا قالك اكري او بلوريال، اكتب رد هاد الكلمات المفرده ردها للجمع. اون سواري يعني امسيه، اون سواري ردوها جمع تولي دي سواري، دي سواري امسيات. دي ان ان ولا اون كتولي دي، وسواري كتزيدو لها اس، سواري كتزيدوها اس، نديروها بلون مغاير باش تبان. لا مدينة، لا مدينة اش غتولي؟ لي مدينة، لي مدينة، لا مدينة هي المدينة القديمة، لي مدينة. لي مدينة نزيدو لها اس بطبيعة الحال. شنو عندنا مورا؟ لو كلون، لو كلون هو البهلوان، شنو غتولي؟ لي كلون، لي كلون البهلوانات، كلون ونزيدوها بطبيعة الحال اس. ثم عندنا ان اتولي، ان كتولي دي ولا اون، دي زاتولي، des ateliers ou qu'elle dit doha, la bête là qu'elle dit doha, S. Tout le monde a su alterner, je n'ai pas de soucis, qu'elle complète avec A ou la A, qu'elle kmelina, bhad A, l'ikatini wa, ou A, les wa le verbe être. Il donne le verbe être, troisième personne du singulier, la bête là. Cet artisan, hada sani ou taqlidi, est talentueux, yani huwa maher, huwa bere, est talentueux. Il fabrique des bijoux ou yasna'u mujawharat ou hili et wa
اي دي باغ وخواتم اكستراوردينير يعني خارق العاده يعني رائعين اكستراوردينير اوردينير هو عادي يعني خواتم عادي ولكن هذه اكستراوردينير فوق العاده شي حاجه ماشي عاديه يعني كيصاوب حلي او مجوهرات وخواتم دي باغ فوق العاده او غير عاديين نمر الان اكريتور اي كوبي لتحت الكتابه والنقل اذا شنو عطينا واحد النماذج ديال بعض الحروف مينيسكول صغيره ماجيسكول كبيره وعطينا هذه الجمله نكتبوها نقلوها واضح نبداو نشوفوا النماذج عندنا ا شوفوا كيفاش كنطلعوا فيها ا ثم ا نديروها ماجيسكول عودوها ان نديرو دابا ان شوفو كيفاش كتكتب ان مينيسكيل ان صغيرة دابا ندوزو ان ماجيسكيل ان كنطلعو نهبطو نوليو نطلعو ندورو هنا هي ان ماجيسكيل نهبطو نطلعو ندير واحد الدورة هنا دابا ندوزو نكتبو ام لاحظو معايا جيدا ام مينيسكيل دابا نشوفو ماجيسكيل شوف طلعت لهنا وهبطت لهنا سير جيب دور ماشي بحال هادي ما هبطتهاش مزيان ندوزو دابا الدي دي 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 هنا عاود نفس الشيء ثم هنا دابا نديرو دي ماجيسكيل دابا ندوزو لهاد الجملة هادي نشوفو شنو مطلوب منا أننا نكتبو ديك مريم نادية هادو أسماء علم لي نون بروب خاصهم يتكتبو ماجيسكيل مريم نادية دريس إي أمير بارتيسيب أو ديفي ليكتور أون عرب يشاركون في تحدي القراءة باللغة العربية واضح إذا نبداو مريم لاحظتو مريم نادية ان تاني ماجيسكيل كيما شفنا قبيلة نادية دريس اي امير participe يشاركون او يشاركون في او défi lecture En arabe, en arabe. Voilà, comme on a 71, on va passer à la page
نينوسبين. صفحة 72 فيها production de l'écrit qui reconstitue le texte suivant. يعني أعيد بناء هذا النص التالي لأن فيه جمل en désordre. نحاول نحطو هاد الجمل هادو en ordre، نحطوهم في الترتيب المناسب. نقراوهم بعدا ونشرحوهم. J'étais accompagné de mes parents. كنت مرافقا بوالدي. هنا ما يكونش هذه الجملة الأولى لأن ما يجيش يدخل في الموضوع، ضروري ما يحطك في السياق. السياق يعني يهضرك على الزمان وعلى المكان، يعني اين وقت والشهر الفايت والسيمانه الفايته واش العام الفايت والمكان، يعني المدينه او البلاصه اللي كنتي فيها. اذا جيتي اكومباني دو مي بارون، كنت مرافقا مع بوالدي. مازال حاش تكون هي الاولى. هنا لي زاكتيفيتي بريزونتي ايتي مانيفيك، الانشطه المقدمه كانت رائعه، هي ما تكونش الاولى. L'année dernière, هذه اللي تكون الاولى. L'année dernière, السنه الماضيه، je suis allé à Oujda. السنه الماضيه انا مشيت لوجده، هذه تكون هي الاولى. Nous avons assisté au festival du Rai. تفرجنا في مهرجان الراي. اذا هذه تكون الاولى. مع من مشيتي؟ ضروري تكون هي الثانيه. انا العام الفايت مشيت لوجده. J'étais accompagné de mes parents. مشيت برفقات الوالدين ديالي. Nous avons assisté au festival du Rai. Où les activités présentées étaient magnifiques. إذا فين هي الأولى؟ الأولى هي هذي لاني دارنيير. الثانية مع من مشيتي؟ مشيتي مع والديا. الثالثة شنو درتي؟ والرابعة الإحساس ديالك على دوك الأنشطة اللي درتو كاملة. إذا نبداو، شنو هي الجملة الأولى؟ قلنا لاني دارنيير. لاني أو تم كتلاحظو كتبدا بماجيسكول. الجملة كتبدا بماجيسكول وكتسالي بنقطة. إذن l'année dernière je suis allé à Oujda. هذه الأولى. الثانية شنو هي؟ جيتي أكومباني دو مي بارون، الوالدين ديالي. دو مي بارون، طبعا نشوفوا الجملة الثالثة. الجملة الثالثة هي nous avons assisté، يعني تفرجنا، شاهدنا، assisté au festival du Rai. مهرجان الراي. ثم الجملة الأخيرة هي لي زاكتيفيتي. دابا نعطيو رأينا بأن ديك الأنشطة كانت زوينة. لي زاكتيفيتي بريزونتي، المقدمة، بريزونتي était magnifique. دابا كملنا جميع الجمل. دابا نمشي بروجي دو كلاس. بروجي دو كلاس مشروع القسم. جو بريزونت مون بروجي دو كلاس، نقدم المشروع ديالي للقسم. هنا جو موتو ايفالو، يعني اقوم نفسي، ندير لوتو ايفالياسيون، نقوم راسي بهاد الشبكه ديال التقويم. شبكه ديال التقويم قالت جو سوي كابابل دو، انا اصبحت قادرا على. دابا حنا الوحده الثانيه غنقولوا شنو الاهداف، واش تحققت الاهداف ولا ما تحققتش. انا دابا قاد انني ديكريغ دي فيستيفيتي، يعني نوصف واحد الاحتفالات او المهرجانات. دي كومبيتيسيون ارتستيك، مسابقات
فنية، دي زوفر اوبجي ارتستيك، دي زوفر يعني هذوك لي زوفر يعني دوك الحوايج دوك اللي كيصاوبوا الفنانة، يعني واحد بحال دابا دوك التماثيل اللي كيصنعوا او كتب، يعني داك الشيء اللي كيصاوبوا الفنانين، دي زوبجي ارتستيك او اشياء فنية. راكونت هنا لك تقادر كنقول وي، ما كنتش قادر كنقول انا باقي بصدد تحصيل هذا الهدف. هنا راكونتي ان ايفينمون كولتوريل، انك تحكي واحد الحدث ثقافي، واش قاد تحكيه بالفرنسيه؟ نعم ولا مازال. هنا ليغ اي كومبروندر، انك تقرا وتفهم، ان تيكست ديسكريبتيف، واحد النص وصفي سور لا في كولتوريل ارتستيك او ماروك، واحد النص وصفي حول الحياه الثقافيه والفنيه بالمغرب. لقد كدير وي، ما قادش كدير نو ولا اونكو، يعني مازال في الطريق. ليغ اي كومبروندر، انك تقرا وتفهم ان تيكست ناراتيف، واحد النص سردي في حكايه سور لا في كولتورال ارتستيك او ماروك، حول الحياه الثقافيه والفنيه في المغرب. ريكونستيتي ان تيكست كور، انك تقدر تنشا واحد النص قصير فيه ثلاثه ولا اربعه ديال الجمل ا كاركتير ناراتيف، اللي يكون عنده ميزه ديال السرد او الحكي. وهكا كملنا الصفحه 71 و 72، الى اللقاء.